السلام عليكم متابعين قناه الادوات المنزليه عايزه ارحب بكم بفيديو النهارده طبعا فيديو النهارده مميز كالعاده وهنشوف مع بعض من خلال الفيديو ده مجموعه متميزه من احدث الادوات والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات والاجهزه الكهربائيه اللي ما اي ست بيت تقدر ان هي تستغنى عنهم وده لان جميع المنتجات دي بتوفر علينا الوقت والجهد بحيث ان احنا نقدر نستفيد منهم في حاجات تانية وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيره اللي بتبقى موجوده عندنا سواء في المطبخ او في الثلاجه او في البيت بشكل عام فعايزاكم تكملوا معايا الفيديو ده لنهايته وتشوفوا كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده وخلال ما انتوا تتفرجوا معايا على الفيديو لو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ان انتم تشجعوني وتشجعوا القناه بالضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا ان انتوا تضغطوا على زر الديسلايك ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونبتدي ان احنا نشرح كل المنتجات اللي موجوده معانا في الفيديو ونتعرف مع بعض ايه هي طرق استخدامها وازاي ان احنا نقدر نستفيد منها بداية كده عندنا المكنسة الكهربائية دي اللي انت تقدري تنظفي وتشيلي بيها مختلف اشكال وانواع البقع اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على السجاد او على الكنب كده كمان تقدري ان انت تبدلي المية المتوسخة عندك بكل سهولة وتضيفي اي معطرات او مواد تنظيف انت بتحبي تستخدميها بعد كده عندنا منظمات للرز او للدقيق او للسكر طبعا بتيجي عندك بكذا حجم مختلف واهم حاجه في المنظمات دي ان هي بيجي معاها اداه معياريه بتساعدك ان انت تعايري الكميه اللي انت عايزاها من الحاجه اللي انت منظماها في المنظمات دي سواء كانت دقيق او رز او بقوليات بعد كده عندنا الترابيزه الصغيره دي طبعا هي مخصصه للمذاكره وبيتوفر فيها كوابل يو اس بي تقدري ان انت تشحني بيها الموبايل بتاعك وكمان في مكان مخصص تقدري تنظمي عليه الكوبايات واكيد تقدري ان انت تنظمي عليها اللابتوب او الكتب بتاعتك وكمان فيها درج تقدري ان انت تنظمي بيه مختلف اللوازم المدرسيه هنا بقى معانا الجوانتي ده طبعا تقدري ان انت تستخدميه في مختلف التنظيفات اللي بتقومي بيها بالبيت زي تنظيف الحمام او تقدري ان انت تنضفي بيه المواعين او البوتاجاز او اي حاجه تانية انت عايزاها وهنا بقى تعالي شوفي معايا القطعه الصغيره دي هي عباره عن قشاطه تقدري ان انت تنضفي بيها طبعا الحوض عندك او الرخام او الشبابيك او المرايات وطبعا بتديكي افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا ثلاث ادوات بتساعدنا ان احنا نشيل الاطباق السخنه او الصواني او الحلل السخنه بطريقه سهله جدا هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم العصير تقدري ان انت تنظمي بيه الكولا او البيبسي او اي نوع عصير وتقدري ان انت تنظميه جوه الثلاجه او بره الثلاجه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمه او قطاعه الخضار تقدري ان انت طبعا تستخدمي الشكل اللي انت عايزاه هي كده كده بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال الفرم والتقطيع هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظمات طبعا المنظمات دي تقدري تنظمي بيها المعكرونه او البقوليات او الرز او السكر او الدقيق بعد كده معانا المصفة دي طبعا تقدري ان انت تستخدميها لتصفيه الفراخ او اللحمه او المعكرونه او الخضار او الفاكهه يعني ليها كذا طريقه في الاستخدام زي ما انت شايفه معايا كده في الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الفرشه الجميله دي تقدري طبعا ان انتي تستخدميها في تنظيف الحلل او المواعين او الحوض او اي حاجه تانيه أنت عايزاها ، وهنا كمان عندنا مجموعه من الاسفنجات اشكالها جميله جدا ، طبعا تقدري برضو ان انتي تستخدميها في مختلف التنظيفات اللي انتي بتقومي بيها بالبيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغطا ده اللي تقدري ان انتي تستخدميه في التلاجه او في الميكروويف واللي هو بيساعدك ان في وقت ما انت بتسخني الاكل في الميكروويف مفيش اي حاجه تطرش او لك هنا بقى عندنا اداه التنظيف طبعا المرينه دي بتساعدك ان انت تنظفي كذا حاجه موجوده عندك في البيت سواء الحوض او البوتاجاز او الجدران او الزوايا الصغيره اللي بيبقى صعب عليكي تنظيفها وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظمات التلاجه طبعا المنظمات دي تقدري ان انتي تنظميها بالتلاجه او بالفريزر وتقدري ان انتي تستخدميها بالمايكرويف طبعا تقدري تنظمي بيها كذا حاجه زي الفراخ او اللحمه او الخضار او الفاكهه وتقدري كمان ان انتي تستخدميها بره التلاجه وتنظمي بيها البقوليات بعد كده عندنا الورق ده اللي هو بيبقي شبيه بورق الزبده تقدري ان انتي تستخدميه لما تشوي الفراخ او اللحمه اي حاجة تانية وهو مهمته ان هو بيساعدك ان الحلل بتاعتك تفضل نظيفة وما ينزلش فيها الزيت وتقدري كمان ان انت تلفي بيه الساندوتشات وهنا عندنا منظم للكوبايات طبعا تقدري ان انت تنظمي عليه مختلف اشكال الكوبايات اللي بتبقى موجودة عندك وتقدري ان انت تستخدميه كديكور عندك على الرخام بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا اداه التنظيف دي طبعا هي بتبقى عباره عن رول الرول ده بيبقى عليه ماده لاصقه بتساعدك ان انت تشيلي كل الاوساخ والاتربه اللي بتبقى لازقه عندك على السجاد او على الكنب او على السرير طبعا الرول ده هو رول ورق يعني كل ما تخلصي ورقه تقدري ان انت تشيليها وترجعي تنضفي بالورقه الجديده والرول ده طبعا كل ما يخلص هتستبدليه برول جديد بعد كده هنشوف مع بعض عندنا التلاجة الميني الصغيرة دي بس التلاجة دي مش مخصصة للاكل التلاجة دي مخصصة للميك والعطور والكريمات والماسكات الخاصة بالبشرة طبعا بتشتغل عن طريق الكهرباء وتقدري ان انتي تنظميها عندك على السراحة وغير كده ان حجمها كويس جدا وبتاخد معاكي كمية كويسة من مختلف اللوازم الشخصية اللي بتبقي موجودة عندك هنا بقى عندنا مصفى للحوض طبعا المصفة ده طريقه تثبيته سهله جدا وغير كده كمان تقدري ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه على حسب حجم الحوض عندك وتقدري ان انت تستخدميه لتصفيه الكوبايات او الاطباق او المعالق وتقدري كمان ان انت تصفي عليه الخضار والفاكهه وبعد كده هنشوف عندنا شكل مختلف من اشكال المصافي اللي انت تقدري تثبتيها عندك على الحوض وتصفي عليها المواعين اللي بتبقى موجوده عندك او تستخدميها لغسل وتصفيه الخضار او الفاكهه بعد كده عندنا اداة التنظيف دي اللي بتبقى عبارة عن اسفنجة واشراطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الشبابيك او المرايات بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للاكياس طبعا المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه في اي مكان عندك في المطبخ وتنظمي عليه مختلف الاكياس اللي بتبقى موجودة عندك هنا بقى تعالي معايا نشوف منظمات التلاجة طبعا بيبقى ليها كذا حجم مختلف وده لان الخضار والفاكهة عندنا برضو احجامها بتبقى مختلفة فعايزة منظمات تتناسب مع شكلها وحجمها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا تلات شماعات متثبت عليهم كمية كويسة جدا من المشابك اللي تقدر ان انت تنشري عليها الشرابات او الملابس الداخلية وطبعا الشماعات دي تقدري ان انت تثبتيهم في اي مكان عندك في البيت وتنشري عليهم اي حاجة انت عايزاها ومن ضمنهم زي ما قلنا الشرابات او الملابس الداخلية وتقدري كمان ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها على حسب الحاجات اللي انت هتنشريها عليها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم الزيت تقدري ان انت تنظمي بيه الزيت النباتي او زيت الزيتون وكمان تقدري ان انت تنظمي بيه مختلف انواع الصوصات بعد كده معانا الفرشه دي تقدري ان انت تستخدميها لتنظيف الاحذيه وتقدري كمان ان انت تنظفي بيها مختلف الحاجات اللي بتبقى موجوده عندك وهنا كمان معانا شكل مختلف من اشكال فرش التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي الاحذيه من جوه بطريقه سهله وطبعا بتديكي افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا فرشة التنظيف دي طبعا زي ما انت شايفة طريقة تصميمها بتساعدك ان انت تنظفي كل الزوايا واي حتة موجودة عندك في البيت بكل سهولة وكمان بيجي معاها قشاطة بتساعدك ان انت تقشطي وتنظفي كل المية والصابون وطبعا تقدري ان انت تستخدميها لتنظيف السجاد باحجامه المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات الهدوم طبعا المنظمات دي بتيجي عندك متقسمة ومتوفرة بكذا حجم تقدر ان انت تنظمي بيها الملابس الداخلية او او مختلف الهدوم اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده معانا الطشت الصغير ده تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة مختلفة وطبعا بيجي متوفر عندك في كذا لون بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مشترك الكهرباء اللي تقدري ان انت تتحكمي بطول السلك بتاعه على حسب انت عايزه تثبتيه فين وطبعا بيجي متوفر بيه كذا كيبل للكهرباء وغير كده كمان بيجي معاه كوابل لليو اس بي هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا اداه لتنظيف كرسي الحمام طبعا تقدري ان انت تثبتيها جنب كرسي الحمام بالماده اللاصقه اللي بتيجي معاها والاهم من كل ده ان طريقه تصميمها بتساعدك ان انت تنضفي كل الزوايا اللي موجوده في كرسي الحمام بكل سهوله هنا بقى عندنا مكنسة التنظيف دي طبعا المكنسة دي بتشتغل عن طريق الشحن وبيجي معها كذا جزء بيساعدك على تنظيف السجاد او الكنب او السرير بعد كده هنشوف مع بعض عندنا السجاد الصغير ده طبعا تقدري ان انت تستخدميه عند مدخل البيت وتقدري ان انت تستخدميه في المطبخ او في الحمام ومن اهم ميزات السجاد ده ان هو لو جه عليه اي مية او اي سوائل بيتشربها على طول وغير كده ان طريقة تنظيفه سهلة جدا ومفيش اي حاجة بتلزق فيه من الاوساخ او الاتربة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الكراسي المتينه دي طبعا بتيجي متوفره عندك بكذا لون واهم حاجه في الكراسي دي ان هي زي ما قلنا متينه جدا ما بتتكسرش بسهوله تقدري ان انت تستخدميها في اوضه الاطفال او في البلكونه وهنا كمان عندنا أداة التنظيف اللي بتبقى عبارة عن اسفنجة وعن قشاطة تقدري ان انتي تنضفي بيها الشبابيك والمرايات وكمان بيجي معاها فرشة صغيرة كده بتساعدك على تنظيف زوايا الحوض او زوايا الشبابيك بكل سهولة الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اتعرضت في الفيديو ده تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معانا في الفيديو ده ووضحنا ازاي نقدر ان, ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها أدوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت كملي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل بساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه فبداية كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدري ان انت تجيبي كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبرس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي باي طبعا التطبيقات دي مشكلتها ان هي تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة لاسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف وعايزة اوضح لكم حاجة كمان ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين بيه يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية انما مثلا الشحن لامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شوية او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فأعتقد إن الطريقة دي تقدروا إن أنتم تعتمدوها على حسب المكان اللي إنتوا متواجدين بيه. بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم أو تحل لكم مشكلة تكاليف الشحن. وهي صفحات الفيسبوك. طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي، وبيبيعوها عن طريق الأونلاين. وبتدفعي طبعا حاجه رمزيه جدا بس بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظه او على حسب المكان اللي انتي موجوده بيه وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انتي موجوده في مصر او في الاردن معرفش بقى لو انتي مثلا في السعوديه او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لا بس اللي عايزه اقولهولك ان طريقه البحث عن الصفحات دي سهله جدا تقدري ان انتي تكتبي في خانة البحث اللي موجوده في الفيسبوك ادوات منزليه في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج منك الجهد لغايه ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى ان هو يكتب لنا في خانه التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهارده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان كل الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناه بالضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا تضغطوا على زر الديسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداه او اي منتج يتعرض في الفيديو ده تقدروا ان تكتبوا في التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن واستنوني ان شاء الله اشوفكم علي خير في فيديو جديد بكره سيبكم في رعاية الله